بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أعزائي الطلاب في هذا الفيديو الجديد الذي سأتحدث به عن أحد أدوات القياس المستخدمة في قياس الأطوال، وهذه الأداة هي أداة الورنية أو كلايبر أو القدمة ذات القدم. ولكن قبل يوجد رجاء حار بالاشتراك بالقناة زائد الإعجاب به، فوضع اللايكات يدعمنا حيث يصبح منشور لعدد أكبر من الناس، حيث أن سياسات شركة اليوتيوب أنها تظهر الفيديوهات الأكثر إعجابا من قبل المشاهدين. ونذكركم بوضع زر التنبيهات والاشتراك بالقناة قبل شرح هذا الفيديو وكتابة أي تعليقات في الكومنت حتى نستطيع تحسين جودة هذه الفيديوهات، ونعتذر عن رداءة الصوت. وقبل أن نبدأ في شرح الورنية، هي عبارة الهدف من استخدامها أو الهدف من عملية اختراع هذه الأدوات. في التقدم الصناعي أصبحت الحاجة لوجود أداة لقياس بعض المصنوعات بعض المشغولات لإيجاد دقة أكثر بكثير من المسطرة العادية، حيث أن المسطرة العادية تستطيع أن تعطيك دقة حتى 1/10 من سنتي بمعنى بالملي، لكن الورنية تستطيع أن تقرب لك هذه القياسات لأقرب رقمين عشريين من السنتي. فحيث أن هذه الورنية تسمح القدمة ذات الورنية بالقياس بدقة إلى أقرب منزلتين عشريتين بالسنتيمتر، وتستعمل كثيرا في الصناعات المعدنية. وهي عبارة عن أداة تستعمل لقياس البعد السمك بين سطحين متوازيين وقطر الأسطوانات الداخلية والخارجية والعمق، بمعنى أن كلايبر يستطيع قياس الأقطار الداخلية من الداخل وقياس العمق عبر أداة قياس العمق، وسنتعرف عليها بالأجزاء، وقياس الأقطار الخارجية وقياس الأقطار الخارجية. إذن ما هي وظيفة الورنية؟ هي عبارة عن قياس الأقطار الداخلية وقياس الأعماق وقياس الأقطار الخارجية. ونرجع إلى هذه المادة لنتعرف على الأجزاء فيها. وأجزاء الورنية تتكون من جزئين: الجزء الرئيسي وهو عبارة عن الذراع المدرج، وهو عبارة عن مسطرة مدرجة بوحدة السنتي والفك الثابت، ويشكل مع الذراع المدرج الحرف تي، وهذا الشكل أعطاها أنها تشبه القدم، لذا تسمى ذات القدم أو الورنية. فنرى الجزء الرئيسي يتكون من 3 أجزاء، وهو عبارة عن الذراع المدرج، الفك الثابت، والفك المتحرك. الذراع المدرج، وسنتعرف عليه الآن، هو عبارة عن مسطرة مدرجة بوحدة السنتيمتر بينما الفك الثابت يكون على شكل حرف تي مع الذراع المدرج، والفك المتحرك هو عبارة عن المنزلقة التي تكون بالجزء الملي و
تنزلق على الذراع المدرج. إذن عندنا الأجزاء الرأسية هو عبارة عن الفك الثابت والفك المتحرك والذراع المدرج. والذراع المدرج هو عبارة عن ذراع، وهو عبارة عن مسطرة عادية مدرج بوحدات السنتي. وإذا هذه هي الأجزاء الرئيسية، ونكررها: الفك الثابت والفك المتحرك ويسمى المنزلقة، والذراع المدرج ويكون بوحدات السنتي. الفك الثابت له طرفان علوي وسفلي، ومن أجل عملية القياس الأقطار الداخلية والأقطار الخارجية للأسطوانات لحسب الغرض من الاستخدام. أما الأجزاء الفرعية وهي عبارة عن جزئين، الجزء الأول هو برغي التثبيت، وهو برغي يستخدم لتثبيت الجزء المراد قياس أبعاده حتى تستطيع قراءة الورنية. والجزء الآخر هو طرف قياس العمق، طرف قياس العمق، وهذا الطرف هو جزء عن قياس الأعماق، حيث أن هذا الطرف تستطيع من خلال تحريك المنزلقة أنه يزداد طوله، وبالتالي تستطيع قياس الأعماق التي تريده. وسنتعرف في البداية عن كيفية قراءة الورم، وسنبدأ في المثال. وقبل أن نبدأ في هذا المثال، نريد أن نوضح أن طريقة القراءة لها أكثر من أسلوب في عملية إيصال النتيجة النهائية، وسنبدأ في مثال الكتاب حتى نكون متفقين مع المنهج، ولكن نستطيع أن نعطيكم عدة أمثلة. وسنبدأ في المثال الأول: يعمل خالد في منجرة، أراد قياس سمك قطعة من الخشب الرقيق فاستخدم الورنية، فجاءت إشارة القراءة كما في الشكل، وهذا هو الشكل، فساعد خالد في القراءة. ونريد أن نشير إلى عدة أمور. الطرف الأول أننا ننظر إلى السفر الموجود على المنزلقة، ولا ننظر على السفر الموجود على الذراع المدرج، سنحتاجه. لكن البداية نريد أن ننظر إلى السفر على الذراع على المنزلقة اللي هو الفك المتحرك، وسنرى هنا أننا سنبدأ بعمل حد فاصل. على يسار هذا السفر وعلى يمين هذا السفر، إذن سفر المنزلقة سننظر إلى يساره ونأخذ القراءة من الذراع المدرج. إذن نأخذ قراءة الذراع المدرج على يسار سفر المنزلقة، وهذا سفر المنزلقة وليس هذا السفر، هذا سفر الذراع المدرج. فسفر المنزلقة على يساره ننظر، نعد عدد الملي مترات ونجد أنه 1 ملي، بمعنى 1/10 سنتي. ثم نقرأ قراءة المنزلقة، وهنا ننظر إلى انطباق التدريج على الذراع المدرج مع ذراع المنزلقة، بمعنى أن لو نظرنا إلى الواحد، تدريج الواحد لا ينطبق على تدريج الذراع المدرج، تطريق 2 على المنزلقة لا ينطبق على، وهكذا حتى نصل إلى رقم 6، فنرى أن هناك انطباق للتدريجين، تدريج الذراع المدرج وتدريج المنزلقة، ونأخذ القراءة
بأجزاء من الملي، ويكون 6 من ملي. يعني بمعنى هذا الرقم نقسمه على 100 ويكون بالملي متر حتى تكون هذه القراءة. طبعا هنا للعلم أن هذه القراءة ليست ملي متر ولكن تكون بالسنتي، حتى أننا نجمع هذه الحدين، ولكن هنا خطأ بسيط كان في عملية الطباعة، وهنا 1 من 10 و6 من 100 سنتي. نقوم بعملية الجمع فتكون القراءة 16 من 100 من السنتي. وهنا نرى أنه عبارة عن منزلتين عشريتين، وسنريكم الآن فلاش أو سكتش بسيط للقراءة يوضح عملية هذه أو كيفية القراءة. فنضع الجسم المراد قياسه بين الفكين، وننظر إلى صفر المنزلقة، وننظر على يساره نجد أنه 2.4 بالسنتي زائد الانطباق الموجود عنده، فنكون القراءة 2.47 من السنتي. ونكرر هذه العملية لزيادة الفائدة. ننظر إلى صفر منزلقة، على يساره 2.4 من العشر من السنتي، والانطباق كان على رقم 7، انطباق التدريجين، ونجمع الحاصل فيكون 2.47 من 100 من السنتي، حيث أنه قرب لمنزلتين عشريتين وتكون بنفس القراءة. ونرى هذا الكلام مرة أخرى ونكرر هذه العملية لنرى هذا القراءة، كيفية القراءة الموجودة بالسنتي وبالملي، ولكن النتيجة تكون لأقرب رقمين بين السنتي. وللتوضيح أكثر، فهذا عبارة عن صفر المنزلقة، ومن عند صفر المنزلقة ننظر على يسار، فنجد أن على يسار هذا صفر المنزلقة رقم 3 بالسنتي، وهذه أجزاء بالملي، أجزاء بالملي، بمعنى أنه محصور بين الرقم 3 والصفر، هو عبارة عن 3 سنتي، 1 2 3 4 5 6. إذن هنا تكون القراءة عبارة عن 3.6 من 10 من السنتي. إذن هذه المسافة هي القراءة الابتدائية. ثم ننظر على يمين صفر المنزلقة وننظر أين يوجد أول تطابق. ننظر إلى الواحد، يوجد شبه تطابق لأنه لكن لا يوجد تطابق. ننظر إلى كل تدريج ونجد أن هنا يوجد هذا التطابق، ونأخذ القراءة عند هذه التطابق بأجزاء من 100، ونجمع هذه القراءتين. وسنعطيكم الآن مثال عملي حي لنستطيع قراءته مرة، ونعطي هذا المثال الحي. كان عندك هذا الجسم، وكان هذه القراءة أو القياس. فننظر في البداية إلى صفر المنزلقة، صفر المنزلقة، وننظر على يسار، فننظر أول رقم صحيح على يسار هو عبارة عن رقم 3، ومحصور 4 ملي بين صفر المنزلقة ورقم 3، فتكون القراءة هي عبارة عن 3.4 من 10 من السنتي، فتكون 3.4 من 10 سنتي. هذه القراءة الابتدائية، ثم وهي قراءة الذراع المدرج،
ثم إذا قراءة الذراع المندرج وهي العبارة عن القراءة على يسار سفر المنزلقة هي عبارة عن 3 و4 أجزاء من السنتي، إذا 3.4 سنتيمتر. ثم ننظر على يمين سفر المنزلقة على أي جزء حدث تطابق بين تدريج المنزلقة وتدريج الذراع المدرج، وهنا على الهامش تجد أنني يوجد التكبير، بمعنى أن أول انطباق كان عند رقم 6. ولننظر إلى، لو دققنا في جميع هذه التدريجات نجد أن أول انطباق فعلي كان عند 6. طب لو كان عندي أكثر من انطباق نأخذ أول انطباق، إذن نأخذ أول انطباق وهذا الرقم يكون عبارة، نقسمه على 100، بمعنى 6 من 100، 6 من 100 من السنتيمتر، بمعنى. ثم نجمع القراءتين، قراءة الذراع المدرج وهي كانت 3.4 زائد قراءة 6 تقسيم 100 وهي عبارة عن 6 من 100، فتكون القراءة هي عبارة عن 3.46، عبارة عن 3.46 من 100 من السنتيمتر، 3.46 من 100 من السنتي، وتكون مقربة لأقرب منزلتين عشريتين. والجدير بالذكر أنه يوجد ورنية إلكترونية تستطيع أعطاء القراءة مباشرة، وهذا يسهل عمليات القياس. وهنا نريد أن نعطيكم مثال، وهذا المثال نريد أن تكتبوه في التعليقات كم تكون القراءة. لكن قبل أن ننهي هذا الفيديو نريد أن نبين أنه في طريقة قياس العمق يجب معايرة الورنية حتى ينطبق سفر المنزلقة على سفر الذراع المدرج، ثم نقوم بإدخال طرف القياس داخل القطعة المراد، عملية قياسها وقياس هذه القراءة. وهنا سنعطي المثال المراد كتابته في التعليقات كم كانت قراءته. وهنا يظهر لكم هذا المثال، ونريد منكم أن تستخدموا هذا الفيديو وتكتبوا في التعليقات كم كانت القراءة، ونذكر أننا نبدأ القياس بالنظر إلى سفر المنزلقة. ونرجو أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، نرجو نشره في أكثر فيديو من صفحاتكم، وعمل له لايك حتى يستطيع أن يصل إلى أكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.